مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت وياكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو عن طريقة تغيير اسم المستخدم مالت الانستغرام بدون ما تنتظر 14 يوم بخطوات بسيطة جدا. كل اللي عليك شاهد الشرح للنهاية، ولا تنسى تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة بدربك. حبيبي الغالي، انت اول شي راح تسويه راح تجي للانستغرام، انت راح تدخل على تعديل الملف الشخصي. تريد تغير الاسم مالتك، يقول لك هنا يمكنك تغيير اسمك مرتين فقط خلال 14 يوم. هسه انا اريد غير هذا الاسم، راح اضيف حرف اخر او رقم اخر مثل ما تشوفون. هسه راح يقول لي ما راح يصير، راح ادوس هنا أنا صح، هنا ده يقول لي لا يمكنك تغيير اسمك مثل ما تشوفون. راح تاخذ سكرين لهذه الرساله اللي طلعت لك قبل شويه بالواجهه، اللي يقول لك انه لا يمكنك تغيير اسمك، يجب عليك انتظار 14 يوم. فكل اللي عليك راح تجي هنا، راح تدوس على علامه الاكس، وراح تروح تدوس هنا أنا نعم ما راح تغير الاسم. راح تجي على هاي الثلاثة خطوط اللي تشوفها هنا بواجهة الحساب مالتك، هنا أنا راح تضغط عليها، وبعدها راح تدخل على الاعدادات مالت الحساب حتى تقدم طلب للانستغرام انه يوافقون عليك حتى تغير الاسم مالتك. انت تشرح لهم المشكله مالتك انه انت بالغلط غيرت الاسم مالتك وهسه تريد ترجع مثل قبل. راح تدوس على الاعدادات، وبعدها راح تجي على المساعده اللي هو هذا، خلي اشرح لكم عليه حتى تعرفونه. هذا هو، راح تضغط عليه، وبعدها راح تنتقل الى هذه الواجهه. راح تجي هنا ابلاغ عن المشكله اللي هو اول خيار، راح تضغط عليه. راح ندوس هنا الابلاغ عن مشكله دون هز الهاتف مثل ما تشوفون. هذا الخيار اذا تشوفونه بعد تحديثات الانستغرام مثل ما تشوفون هوايه خيارات تغيرت، فانت راح تجي على هذا الخيار اللي انا مشير لك عليه حتى ترسل لهم سبب المشكله اللي انت تواجهك. راح تضغط عليه، وبعدها راح تفتح لك هذه الواجهه. هنا انت ايش راح تسوي؟ راح تضيف هذا السكرين اللي اخذته قبل شويه. هنا راح ادوس على من المعرض، وراح تضغط على هذه الاعلان، راح تضغط على هذا السكرين اللي انت اخذته قبل شويه لما واجهتك مشكله بتغيير الاسم. انت شلون راح تنزل لهم النص؟ النص طبعا تقدر تكتبه بيدك، وتقدر تاخذ هذا النص اللي احنا مجربناه وفعلا قدرنا نغير الاسم بدون ما ننتظر 14 يوم. طبعا النص هذا راح تلقاه بقناتي على التليجرام، رابطه راح تلقاه باسفل هذا الفيديو، راح تضغط عليه مباشره راح ياخذك للنص، وراح تسوي له نسخ. نسخ هذا هو النص، راح ادوسه هنا نسخ، وبعدها راح انتقل على الانستغرام، راح ادوس هنا يرجى شرح المشكله او العطل باختصار. راح تضغط على هذا النص اللي انت اخذته قبل شويه، وبعدها راح ادوس هنا التالي، وندوس هنا ارسال التقرير اغلاق. طبعا ها هي راح يطلع لك عندك هنا اشعار انه تم الابلاغ عن خطأ في الانستغرام. هنا طلعت لك خلاص، ها هي انت راح تنتظر من ساعه الى 24 ساعه وراح يتم الموافقه عليك، وراح تقدر تغير الاسم مالتك بدون ما تنتظر 14 يوم. طبعا هاي الخطوات كلش سهله، لكن اكو هواي ناس ما تعرفها. لا تنسى تدعمنا بلايك واشتراك بالقناه.